مرحبا بكم يا أصدقائي، رجعنا لكم فيديو جديد مع مغامرات دودو. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وابعثوا الفيديو لأصحابكم. أهم شيء الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. اليوم رح نكمل سلسلة الرسم، رح نرسم اشي كثير احنا بنحبه واللي هو شريحة بيتزا. يلا نبدأ بالفيديو.
طالما أحلاها. هون هون في زيتون أسود، وهون في مقانق، وهون في فلفل حلو، وهي طالما أحلى عينيه، كثير حلو. ولا تنسوا تجربوها بالبيت وصبرونا إياها بس تخلصوا، وبعثونا إياها بالفيسبوك والتيك توك، لكم الرابط تحت صندوق الوصف. ونهاية الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك، وابعثوا الفيديو لأصحابكم. أهم شيء الاشتراك عشان عائلة دودو تكبر. مع السلامة. رجعنا لكم فيديو جديد مع مغامرات دودو. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، وابعثوا الفيديو لأصحابكم. أهم إشي الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. ويلا نبدأ بالفيديو. فكرة الفيديو